التطور والجيولوجيا الجزء الثالث والثلاثين، كمالة مشكلة الحفريات اللي في غير موضحها في الطبقات. بالإضافة لكل اللي قلته في الأربع أجزاء اللي فاتت، من حيوانات حفرياتها في أماكن غير موضحة، المفروض كائن يكون ظهر من 300 مليون سنة نلاقيه في طبقة من 500 مليون سنة، الأشجار المفروض تكون ظهرت من الكريتيشيا ثم بعده بلاقيها موجودة في طبقة ما قبل الكامبريان، وهكذا. اتكلمت عنها كتير جدا. أيضا اتكلمت على الصخور. اتكلمت على اختلاف الترتيب الحفريات، حيوانات كثيرة. اتكلمت على المقابر اللي تسمى الجريف يارد، اللي بتبقى المقابر فيها كائنات مختلطة، من كائنات من بيئات مختلفة وأزمنة مختلفة. ألاقي عقارب مع برمائيات، مع كائنات صحراوية أخرى، مع ثدييات، مع برمائيات قديمة وأسماك قديمة، كل دول مدفونين مع بعض في غابات أو معاها أخشاب أو غيره، كلهم مدفونين في مقبرة جماعية. إزاي؟ رغم أنهم من بيئات مختلفة، صحراوية وغابات وسافانا وبرك ومستنقعات ومياه عذبة، مع كائنات تعيش في أعماق المياه المالحة، كلهم مع بعض من أزمنة، المفترض أنهم في أزمنة مختلفة. إزاي؟ أكمل برضو أدلة أكثر من ذلك. اكتشاف هيكل ديناصور من نوع نادر جدا، لكن إشكاليته أن حسب كلام علماء التطور أنه في مكان خطأ. طبعا خطأ ليه؟ لأنه حسب نظرية التطور، لكن هو الديناصور ده مش في مكان خطأ، هي التطور هي اللي خطأ. ليه؟ لأنه ديناصور بري. لقوه مدفون فين؟ أوطي الصوت عشان بس الناس ما تزعلش. لقوه مدفون في قاع البحر. يا ترى كان الديناصور ده بياخد غطس في قلب المحيط؟ طبعا الكلام ده لا يناسب الترسيب البطيء، ده يناسب الطوفان. اكتشاف هيكل لديناصور او من الكائنات البحريه القديمه اللي هو الاكثيا سورس، بحري اسمه باللاتيني يعوم خارج الوقت. لقيوه فين؟ في طبقه المفروض ما يكونش موجود فيها خالص، لانه لقوه في طبقه كريتيشيوس مش طبقه جوراسيك. ادي المرجع قدام حضراتكم اللي بيتكلم على هذه الاشكاليه، ده من مايو 2013. طب نعمل ايه في الحاجات دي كلها؟ أمثلة كتيرة جدا. ده احنا لما هنتكلم بقى على التطور الكبير وهنمسك سلسلة من المزعومة، تطور الحصان وتطور السمكة وتطور الفيل، هقدم لكم مصايب في كل واحدة فيهم. ده بالإضافة طبعا للسلسلة الأساسية بتاعتنا اللي هي تطور الإنسان. الكوارث اللي موجودة فيها لا تخلو حفرية من المزعومة أنها مرحلة تطور الإنسان من كارثة، بدون استثناء حتى الآن اللي درستهم حتى الآن. أمثلة كثيرة تضاف على كل اللي قلت اللي فات. الحفريات المرتبة الغير مرتبة، حفرية سمك اللي هو السيلاكانس، سمك المفترض أن هي طلعت في دماغها تتش على شاطئ البحر، وابتدت بعد كده الزعانف بتاعتها العظمية تتقوى وتتحول لرجلين وتتحول لبرمائي، اللي المفترض من 360 مليون سنة، واندثرت في طبقات الجيولوجيا في أقل من 200 مليون سنة. مش بس كارثة إن هو لقوها في طبقة من 70 مليون سنة نعديها دي، الكارثة إن هم لقوها موجودة حية في المحيط الهندي على أعماق 900 قدم. هذه المرجع قدام حضراتكم. يعني ما اندثرتش من 700 سنة فاتوا، 70 مليون سنة فاتوا. وده كان التعديل، لأن هما كانوا بيقولوا المفروض إن هي اندثرت من 200 مليون سنة فاتت. لا طلعت لا اندثرت من 200 مليون ولا اندثرت من 70 مليون، رغم إن هي مش موجودة في كل الطبقات اللي بيدعوا إن هي تمثل 70 مليون، ليس لها أي وجود. لكن موجودة عايشة حية، موجودة بتعيش في أعماق المحيط الهندي على عمق 900 قدم. يعني مش بتاعة تمشي على شاطئ البحر، ما حبتش تطلع تتنزه، دي أسماك بتاعة أعماق. وده حاجة تانية مهمة وأرجو تركزوا معايا فيها، عدم وجود حفريات لكائنات لعشرات ومئات الملايين من السنين ده لا يعني إن هي اندثرت، هي ممكن تكون فقط ما ظهرتش في الطبقات دي. إذا كنا السمكة دي ما لقيناهاش لمدة 70 مليون سنة في طبقات تمثل 70 مليون سنة،
فاهميني معناها ايه؟ كون ان انا ملاقيش كائن معين في طبقات تمثل 70 مليون سنة، ده مش معناه ان هو ما كانش عايش في هذه الفترة. لا، هو ما اندفنش في هذه الفترة، لان الفترة دي ملهاش وجود اصلا. فاهميني؟ طب ده لو فكرنا فيه يناسب ايه؟ يناسب الطوفان في حاجتين. الحاجة الاولانية انه لما كان بيترسب الطوفان تختلط الحفريات، ممكن حفريات او كائنات يدفنها في الاول ما لقاهاش في بقية الطبقات، لكن بعد كده بعد الطوفان ترجع تعيش مرة تانية عادي، فلاقيها في الطبقات الأولى وما لقاهاش في الطبقات الأخرانية، أو كانت بتهرب كويس فما لقاهاش في الطبقات الأولى ولاقيها بس في الطبقات الأخرانية حسب سرعة هربها. أيضا يناسب جدا سمك السيلاكانس، لأنها اتضح إن هي سمك من نوع أعماق البحار، عشان كده بنلاقيها في الطبقات الأولى القديمة، من طبقات اللي تمثل 350 مليون سنة، لأنها أسماك بتعيش في قاع البحار على عمق 90 قدم، ليس لأنها الأقدم زي ما ادعوا في سلسلة التطور، ولكنها الأوطى في مستوى المية. فأول ما بدأ الطوفان يدفن طبقات دي من الكائنات اللي اتدفنت. فاهميني؟ بس نقطة مهمة أعتقد حتى لو اختلفنا مع مؤيدي التطور، سواء من المسيحيين اللي حتى الآن للأسف بيؤمنوا به، أو حتى من الإخوة الأحباء الملحدين، ما أعتقدش إن إحنا هنختلف على نقطة عدم وجود حفرية لمدة 70 أو 100 مليون سنة مش معناها إن هي ما كانش ليها وجود، لا يعني إنها انقرضت أو لا يعني إنها لم تكن موجودة. دي نقطة مهمة، لأن دي تهدم أدلة الحفريات على التطور كله. فاهميني أقصد أقول إيه؟ لأن احنا عندنا أمثلة اوريدي لكائنات اختفت في الطبقات الجيولوجية حفريات بتاعتها من 100 مليون وأكتر ولقيناها حية حاليا. ده معناه إن أنا لما ملاقيش كائن 100 مليون طبقات حسب ما يدعوا تمثل 100 مليون، ده مش معناه إن هو ما كانش عايش في هذه الفترات اللي تمثل الطبقات دي حتى لو تمشينا مع ادعاءاتهم. أمثلة كتيرة من هذا الأمر أيضا، التترابود البرمائي المعروف بالتكتالك، السمكة اللي حطوها كده في النص كمرحلة وسيطة ما بين الأسماك وما بين البرمائيات، اللي مفترض ان هو بيعوم في المية وبرضه بيمشي على اليابسة، وقالوا ان هو ظهر من 365 مليون سنة واختفى بعد ذلك بقليل، وعشان كده ما لنهوش في طبقات من 365 مليون سنة. الكارثة ان هو ما ظهرش من 365 مليون سنة. ليه؟ لان في طبقة 385 مليون سنة حسب ادعاءاتهم للأعمار لقيوا فيها اثار اقدام التترابود اللي المفروض لسه ما ظهرش، اللي المفروض هيظهر بعد كده ب 20 مليون سنة. يعني لقيت اثار اقدام اقدم من الكائن اللي هيعملها باكتر من 20 مليون سنة، أو بمعنى آخر أقدام أقدم من الجد بتاعها. ها، هذا الأثر قدام حضراتكم اللي تتفرج على اللينك أو الصور معايا في الدايركت برودكاست، وأدي المرجع اللي حب يرجع له، وده اتنشر في مجلة نيتشر نفسها. إزاي أثر أقدامه أو أقدام أحفاده توجد في طبقة قبل ما هو يظهر أصلا بعشرين تلاتين مليون سنة؟ إزاي دي؟ نفس المثال، نوع من الكائنات البحرية المعروف باسم كرايفيش، وهذه صورة أحد الحفريات بتاعته قدامكم، اللي المفترض أن هو تطور من جد مشترك يشبه الاستاكوزا. من إمتى؟ الجد المشترك ده كان عايش من 167 مليون سنة. كويس؟ آدي شرح لي في هذا الكلام، واتنشر في يناير 19 يناير 2008. الإشكالية أن هو ظهر في طبقة المفترض أن عمرها حسب ادعاء الطبقات بتاعتهم من 300 مليون سنة، يعني من 150 مليون سنة قبل جده، يعني هو كان عايش قبل جده اللي اتطور منه. إزاي أنا أعيش قبل جد جدي؟ دي ما تنفعش. هذا المرجع بيشرح هذا الأمر من مجلة ساينس قدامكم على الشاشة.
نفس الأمر على الهورس شو كراب صورته، اللي هو طبعا ده كائن حاليا موجود وعايش، وادي صورة الحفرية بتاعته، وللمفترض ان هو بدأ من 350 مليون سنة. ومن مشاكل بتاعته على فكرة، لان هو ازاي قعد 350 مليون سنة لم يتطور على الاطلاق، لكن ما علينا هذا الامر، هنجيله فيما بعد. اللي هو في طبقة اوردوفيشيان في شمال مانيتوبا، بس الطبقة بتاعت الاوردوفيشيان دي عمرها 445 مليون سنة. ازاي كان موجود قبل جده ب 100 مليون سنة؟ ما ينفعش ابقى انا عايش في زمن قبل جدي 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 بفترة، ما ينفعش. ازاي الحفيد يكون عايش قبل جده؟ ازاي اثار الحفيد وكتابات اللي ماضي عليها الحفيد تكون موجودة في زمن لسه الجد ما اتولدش؟ ما تنفعش. ادي نص الكلام اللي بيشرح هذا الامر، وادي برضو المرجع قدام حضراتكم، واتنشر برضو في مجلة لايف ساينس. العناكب النسيجية اللي هو الويفينج سبايدرز برضو لقوها في طبقة أقدم من شجرة التطور المزعومة إياها، لقوها أقدم من جدها ب 100 مليون سنة. برضو اتنشر الكلام ده في physics.org. اكتشاف كارثة لحيوانات في طبقة تمثل 1.6 بليون سنة، يعني قبل الكامبري بأكتر من بليون سنة، مليار، يعني قبل ما حتى الكائنات عديدة الخلايا البسيطة تبتدي تكون حيوانات، قبل ما حاجة تظهر اسمها الانيمال كينجدوم أصلا ببليون سنة. تخيلوا، هذا المرجع اللي بيشرح هذه الكارثة، وهي كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى لفرضية التطور المزعوم. أختم الموضوع ده أو شبه، يعني قبل الختام أقول لكم حاجة طريفة في هذا الأمر. التريلوبايت اللي اتكلمت عنه قبل كده، ولا حتى اللي سأل إيه التريلوبايت، قلت لكم حاجة قشريات بحرية تشبه الهورش باي وتشبه الاستاكوزا والحاجات زي دي إلى حد ما، وإشكاليتها عينها معقدة، ولكن عشان لقيوه في طبقة قديمة قالوا عليها دي الكامبريان، بقي معروف إن التريلوبايت ده مميز لطبقة الكامبريان. أول ما يلاقوا طبقة صخرية فيها الترولوبايت يقولوا على طول دي كامبريان، عمرها أقل من 545 مليون سنة. مميز جدا لهذه الطبقة، كويس؟ عشان أكد لكم إن الكلام ده مش كلامي، لو فتحتوا كتب كتيرة من بتكلم على ابحثوا عن الترولوبايت، لو فتحتوا كتاب علوم الأرض الحديث هتلاقي يقول لك أول ما تلاقي ترولوبايت تعرف إن الطبقة دي 500 ل 550 مليون سنة. أهو Earth Science هتلاقوا فيه الكلام ده، لو حتى إن شاء الله الويكيبيديا لو فتحته دلوقتي، مش بس كتب متخصصة. إزاي تحدد؟ لأنه هو لقوه في طبقات صخور قديمة، لما حددوا الصخور دي قالوا عليها 500 ل 550، فبقى التريلوبايت عمره ده اللي عاش فيه، وده ساعتها لما اتطور. اتكلمت قبل كده على الكارثة بتاعت العينين المعقدة بتاعته، اللي هي أعقد من كل الكائنات الحية اللي موجودة حاليا، حتى أعقد من عينين الإنسان، مش موضوعنا الآن. الكارثة ان التريلوبايت ده اللي يعتبر من اوائل الكائنات في مراحل التطور في زمن الكامبريان، اوائل الطبقات الرسوبية اللي ظهر في بداية الكامبريان من 540 او 545، واندثر من 500 مليون سنة مع انتهاء الكامبريان، لقيوه فين؟ ووطي صوتي عشان من الناس ما تزعلش اللي لسه مؤمنين بالكلام ده، في اثار متحجر لحذاء إنسان ماشي سحق تريلوبايت بالشبشب بتاعه بحذائه، وتحجر الأثر ده وتساب أثاره من هذا الوقت في طبق المفترض أن هي كامبريان. واو، آدي صورة الأثر، أثر الحذاء بتاع الإنسان، هذه المرجع قدامكم. الكلام ده اتنشر في مجلة الجيولوجي في جامعة يوتا سنة 1968، من ساعة ما اكتشف ولا يوجد له رد ولا تفسير حتى الآن، ويسمى Unexplained Mystery، واتنشر كمان في Reader Digest. ادي صورته، ادي مرجع آخر بيتكلم على هذا الأمر، مرجع كتيرة شرحت هذه الإشكالية اللي ليس لها رد حتى الآن. ادي آخر، ادي صورته بتكبير شوية صغيرة قدام حضراتكم اهي،
أهي أيضا مكبرة أكتر بعينيه المميزة التريلوبايتس. أدي مجلة أخرى بتتكلم على هذا الأمر في كتاب Evolution Cruncher. مرجع آخر وثالث لمسيحيين وغير مسيحيين بيتكلموا على هذا الأمر. كل دي مراجع قدام حضراتكم اتكلمت على الإشكالية دي. بس الطبقة دي من أقدم من 500 مليون سنة، والإنسان حسب فرضية التطور ابتدى يرتدي حذاء من 10,000 سنة. إزاي ألاقي كائن في طبقة من 500 مليون سنة في أثر حذاء إنسان من 10,000 سنة أو أقل؟ رغم اعتراضي على كل التواريخ المزعومة اللي بيقدموها، إلا أنا بقدم لكم التضارب الخطير اللي يؤكد هذه الفرضية خطأ. البعض حاول يردوا يقولوا إيه، لا 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 ده مش حذاء ولا حاجة، ده شق صخري بالصدفة عمل شكل حذاء إنسان. طبعا علماء التطور نفسهم ردوا قالوا صدفة إيه؟ مايستر وغيره من يوتا واللي كانوا مشاركين في هذا الاكتشاف قالوا ده أثار واضح لحذاء إنسان لا يختلف عليه أحد وحقيقي وليس مزيف. طبعا وجود أثار حذاء إنسان حديث مع تريلوبايت اللي المفترض من نص مليار سنة يؤكد أن الكائنات كلها كانت عايشة مع بعض من بضعة آلاف من السنين، مش من ملايين السنين زي ما بيدعوا. هوريكم الإشكالية لأن دي عقيدة بالنسبة لهم ولن يقبلوا الاعتراف بخطأها. عارفين الرد قال إيه؟ عارفين رد مؤيد التطور بعضهم لما اتزنقوا هذه الزنقة وبحثوا على قد ما يقدروا وتأكدوا إن هو أثر حقيقي مش مزيف، أثر حقيقي مش شق صخري ولا الكلام ده كله؟ حاولوا يهاجموا بكل الزوايا وما عرفوش. عارفين قالوا إيه في الآخر؟ يبقى كائن فضائي جه اتمشى على الأرض من نص مليار سنة وهو اللي عمل كده بالحذاء بتاعه. بتكلم جد مش بهرج. يعني يرفضوا أي حاجة فيما عدا إن هم يقروا إن كلامهم خطأ أو نظريتهم خطأ اللي بيؤمنوا بيها. أولاً ما هو الدليل على الخرافات دي إن كائن فضائي هو اللي جه اتمشى وداس كائن بهذا المنظر؟ ثانياً بالله عليكم أو بالطبيعة عليكم، بلاش الناس اللي مش الملحدين اللي موجودين معانا والطبيعة الأكبر بتاعتكم، حد يقول لي كائن فضائي متطور جاي من الفضاء وراكب مكوك ومنطلق ويجي على الأرض ويلبس شبشب زنوبة؟ يعني أقول إيه؟ كائن فضائي يلبس أبقاب؟ مش عارف أقول إيه. طبعا في اشكاليه في الترينوبايت نفسه وحفريات المتنوعه اشرحها لحضراتكم بسرعه، والناس اللي حتى اللي بتحب تاكل بعض الكائنات البحريه يمكن تعرف هذا الامر شويه. الترينوبايت او الكائنات اللي تشبه له لما بيموت بسبب عامل خارجي زي حاجه سخنه يتعرض لينابيع ساخنه او غيره، زيه زي كتير من القشريات بياخد شكل كروي في محاوله للدفاع عن نفسه وبعد كده بيموت على هذا الامر على هذا الشكل. لقيوا التريلوبايت لما بيلاقوا تريل وبيلاقوا مجموعة من حفريات التريلوبايت ورا بعض متحجرة في نفس الطبقة، بيلاقوا الأولانية اتحجرت في وضع مفرود، يعني فوجئت بالطبقة اللي موتتها، وبعضها بدأ ياخد بداية الشكل النصف دائري وبعضها اتكور. يعني دول اتحجروا بشكل فجائي بموجر السوبية عملاقة من مية سخنة متفجرة من ينابيع الغمر على طول فجأتهم. الأول ما تعرض لها اللي مات مباشرة ما لحقش يتكور فمات بهذه الطريقة المستقيمة، واللي بعدها بدأ وكان اتدفن ساعتها ومات، واللي كانت وصلت له في الآخر تكور واتدفن على الوضع المتكور. فاهميني؟ ده ما يتناسبش مع الترسيب البطيء، ما ينفعش. ده يناسب تماما ما ذكره الكتاب المقدس على انفجار ينابيع الغمر في الطوفان الكتابي. كل ده يأكد ان الحفريات للأسف ناس كتير مخدوعة بيها، وشبابنا الأيام دي بيتغسل مخهم وبيتخدعوا بالكلام ده في كتب التعليم.
حفريات ليس بالترتيب المخدوعين به في سجل الحفريات اللي يناسب التطور المزعوم، ده مش صحيح. لا يوجد شيء اسمه طبقات رسوبية، كل طبقة ترسبت في حقبة وحفظت حفريات الكائنات اللي كانت عايشة في الحقبة دي أثناء رحلة التطور في الحقب الزمنية، ده ليس له وجود. ولسه بنادي وبقول لو حد يلاقي دليل واحد على عمود الجيولوجي في أي مكان على سطح الكرة الأرضية يقوله لي. لو واحد يلاقي في أي مكان في ترتيب الحفريات من الأقدم للأحدث فوق بعضهم يقوله لي. الحفريات غير مرتبة في الطبقات، ليه؟ لأنها دفنت معا بكارثة مائية عالمية واحدة هي اللي كونت الطبقات الرسوبية في أسابيع وشهور. الطوفان الكتابي هو اللي عمل هذا الأمر، وعشان كده دفن الكائنات أو الحفريات مش مرتبة. اللي عنده دليل واحد على اللي أنا قلته خطأ أو عنده دليل عكسي ياريت ياريت يقوله لي. درسنا إيه لغاية دلوقتي في أدلة من طبقات الجيولوجيا اللي متابع معانا الموضوع ال 33 جزء حتى الآن لما من ساعة ما ابتدينا في الجيولوجيا؟ قلنا في فرضيتين، فرضية التسريب البطيء اليونيفورماتيريانيزم، وفرضية الكارثة اللي هو الطوفان الكتابي أو ما تسمى بالكاتاستروفيزم، جاي من كلمة كاتاستروفي أو كارثة. قلنا لو الترسيب البطيء هو الصح كنا المفروض نلاقي أدلة الترسيب البطيء باستمرار، ما لقيناش. لكن لو الترسيب الكارثة يعني الطوفان هو الصحيح نلاقي الترسيب السريع هو أدلته، وفعلا لما درسنا الموضوع ده لقينا أدلة الترسيب السريع هو الصحيح، ولم نجد أدلة ما يتسمى بالترسيب البطيء. اتنين، المفروض لو الترسيب البطيء هو الصحيح ما لقيش حاجة اسمها طبقات متكررة لأنها كانت بتتفصل بمية، لكن نلاقي طبقة مميزة للحقبة بتاعتها بظروفها المناخية والجيولوجية والحموضة بتاعتها والضغط بتاعها ونسبة الغازات بتاعتها من الأكسجين وغيره وهكذا. ما لقيناش حاجة اسمها طبقات كل طبقة مميزة للحقبة، ده ليس له وجود على الإطلاق، وده لا حدش يقدر يقاوم فيه من علماء الجيولوجيا الفيزياء الجيولوجيا. بنلاقي دايما ايه؟ طبقات متكررة غير مميزة تناسب ايه؟ تناسب الكارثة المائية اللي كانت بترسب الطبقات بسرعة، طبقات مش مميزة. تلاتة، لا نجد طبقات مفقودة لأن الطبقة دي تمثل حقبة، ازاي تفقد الحقبة؟ لكن لو الطوفان الكتابي هو الصحيح أو الكاتاستروفيزم هو الصحيح أو الكارثة المائية هو الصحيح، طبعا طبقات مفقودة حسب التيارات بتاعة الطوفان والدوامات بتاعة الطوفان بترسب طبقات كتيرة هنا وترسب طبقات قليلة هنا. خمسة، لو الترسيب البطيء هو الصحيح مستحيل ألاقي حاجة اسمها طبقات منثنية معا. ليه؟ لأن الطبقة بتترسب في حقبة، ما ينفعش طبقة تترسب في حقبة في عشرات الملايين من السنين وتتحجر وتتصلب في هذا المنظر المستقيم وتيجي عليها تانية في حقبة أخرى وتالتة في حقبة أخرى بعد كده يتنوا مع بعض. ليه؟ لأن الصخور بتتكسر ما بتتنيش، وحتى لو تحت ضغط طب السطحية ما تتنيش. دي إشكالية. ليه؟ لأن أنا بلاقي الطبقات المنثنية في كل مكان في الأرض تقريبا، في الطبقات الرسوبية في الأرض، ده يناسب الكارثة المائية اللي رسبت الطبقات الرسوبية دي بسرعة في أسابيع وشهور تحت سطح المية. عشان كده لما أثناء تحركات القشرة الأرضية بسبب انفجار ينابيع الغمر كانت تتني هذه الطبقات مع بعض، فلاقي الطبقات المنثنية وألاقي جبال منثنية، ده يشهد على الترسيب السريع وليس الحقب الزمنية المزعومة. ستة، لو الترسيب البطيء والحقب الزمنية والتطور هو الصحيح ما لقيش حاجة اسمها ظهور مفاجئ لكائنات كثيرة، لازم ألاقي كل ظهور لكائن مرتب بمراحل وسيطة وقبله مراحل غير مميزة لغاية ما يظهر المجموعة الحيوانية دي. ما لقيتش الكلام ده. لو الترسيب السريع والكارثة المائية هو الصحيح الكائنات خلقت معا ودفنت معا بكارثة مائية ألاقي ظهور مفاجئ، وهو ده اللي درسناه مع بعض فيما يسمى بالانفجار الكامبريان اللي كل المجموعات الحيوانية ظهرت مع بعض كأنها خلقت معا زي ما قالوا العلماء، لأن هم فعلا خلقوا معا ودفنوا معا بدون مراحل مميزة بدون مراحل وسيطة
ولم تظهر مجموعه حيوانيه واحده بعد هذا، بعد كامبريان اكسبلوجن. 7، لو الترتيب البطيء والحقب الزمنيه والتطور هو الصحيح، ما لقيش حفريه واحده بتمر في اكثر من طبقه رسوبيه، لان كل طبقه تمثل حقبه بمئات الالوف وملايين السنين. بلاقي كتير من ما يسمى بالبوليستراتا فوسيل. لما الاقي حفريات تعدي في عده طبقات، ده يؤكد الكارثه المائيه هي اللي دفنتهم. 8، لو الترسيب البطيء والحقب الزمنيه هو الصحيح، ما لقيش حاجه اسمها حفريه لكائن حديث في رحله التطور في طبقه قديمه. لقيت كتير جدا، وقعدت 5 اجزاء اقدم ادله على هذا الامر. ده يؤكد الكاتاستروفيزم والطوفان الكتابي، ان الحقب دي ليس لها وجود، تطور المزعوم ده ليس له وجود، كائنات خلقت معا في اسبوع الخلق، دفنت معا ليست في حقب زمنيه، ولكن الطبقات الرسوبيه دي دفنت تكونت مع بعض في سنه الطوفان، في الاسابيع وشهور بتاعه الطوفان الاولى، هي اللي كونتها وهي اللي تركت لنا هذا الشاهد الذي يشهد على الخلق والطوفان وليس على الحقب الزمنيه والتطور المزعوم. لسه في كماله لهذا الموضوع، والكوارث ما زالت، والبقيه تاتي في الاجزاء القادمه ان شاء ربنا. ودبر.